كل كويتي وهو داخل مصر هيدفع 250 دينار كويتي، وكمان لازم يكون معاه كفيل مصري. ده نوع تأشيرة جديدة هتطبق الفترة الجاية، فيا ترى إيه التأشيرة دي؟ دايماً قد نتكلم عن الإجراءات اللي بتتعمل للمصريين في الكويت، لكن المرة دي عن قرارات هتطبق على الكويتيين اللي هيدخلوا مصر. فيا ترى إيه تفاصيل التأشيرة دي ومسموحة لمين؟ وإيه قصة الكفيل المصري؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الساعات اللي فاتت بمجرد انتشار خبر بيخص دخول الكويتيين لمصر والمصريين المغتربين عاوزين يعرفوا ايه القرارات دي. هما كل يوم والتاني قرارات من الحكومة الكويتية وتعديلات ورسوم ملهاش اول من اخر. طبعا محدش ينكر انها في صالح المصريين برضو، ولكن بيتضايقوا منها. السفيرة هبة زكي قنصل عام مصر في الكويت اعلنت عن منح المواطنين الكويتيين تأشيرة دخول إضافية جديدة لمصر، ودي هتكون لمدة 5 سنين، يقدر كل كويتي يدخل مصر مرات كتير. طيب يا ترى أي حد ينفع يستخرجها؟ أي كويتي مسموح لي بيها، ولكن كل اللي لازم يعرفوه إن مدة الإقامة الواحدة في مصر مش هتتجاوز 90 يوم، والكويتيين هيدفعوا رسوم تصل إلى 250 دينار، وده لتسهيل زيارتهم لبلدهم التاني مصر وتسريع كل إجراءات دخول المواطن الكويتي لمصر. طبعاً ده تم بعد موافقة وزير الداخلية على منح المواطنين في دول كتير منها الكويت التأشيرة المتعددة لمدة 5 سنين. الحكومة المصرية بقى لها فترة مهتمة بكل اللي يخص الأجانب سواء إقامتهم في مصر أو زيارتهم ليها، وكل فترة في قرارات جديدة ليهم زي ما بيحصل مع المصريين المغتربين بالظبط. بالنسبة للزيارة، وزارة السياحة أصدرت نوعين من التأشيرات، التأشيرة المتعددة واللي مدتها زي ما عرفنا 5 سنين، والتأشيرة الاضطرارية ودي مدتها 30 يوم مش بيحتاج الأجنبي يقدم عليها قبل السفر. كل اللي هيعمله إنه بيجي مصر ولما يوصل للمطار هيقدم على التأشيرة الاضطرارية وياخدها في الحال، ولازم علشان ياخدوها يكون معاهم تأشيرات دخول سارية ومستخدمة لدول زي أمريكا وبريطانيا ومنطقة شنغن واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن ما فيش أخبار عن تطبيقها في الكويت أو دول الخليج، التأشيرة المتعددة بس اللي تم التأكيد على تطبيقها. أما بقى القرارات الخاصة بالإقامة للأجانب ومنهم مواطني دول الخليج زي الكويت إن لازم يكون معاه كفيل مصري، اتقال إن أي حد أجنبي موجود في مصر بصفة غير قانونية ممكن تبقى إقامته قانونية، وكل اللي عليه إنه يدفع 1000 دولار للحكومة المصرية ويكون معاه مستضيف مصري اللي هو كفيل يعني، وده خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقرار. القرار ده صدر رسمياً من الحكومة المصرية ونزل في الجريدة الرسمية للدولة ويتم تنفيذه الفترة اللي جاية، وبأسهل الطرق هيقدر يعمل كده هيدفع المبلغ في أي بنك مصري أو أي صرفة معتمدة، بعد ما يدفع هياخد وصل الدفع ده ويروح بيه للجهات الرسمية في الدولة، وبكده تبقى إقامته رسمية وقانونية. كمان قبل كده نشرت الجريدة الرسمية قانون جديد لتحديد ضوابط منح الأجانب ترخيص الإقامة في مصر إما بالعقارات أو بالودائع، في اللي عنده عقار أو أكتر في مصر بمبلغ ما يقلش عن 200,000 دولار، وده مدة إقامته 5 سنين قابلة للتجديد. الأجنبي اللي بيمتلك عقار أو أكتر في مصر بمبلغ ما يقلش عن 100,000 دولار، ده إقامته مدتها 3 سنين وقابلة للتجديد برضو، واللي بيمتلك عقار ما يقلش ثمنه عن 50,000 دولار أمريكي، ده إقامته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. كمان الأجانب أصحاب الودائع في البنوك بقيمة 100,000 دولار أو ما يعادلها من العملات التانية، ودول ليهم إقامة لمدة 3 سنين، وبرضو اللي عندهم وديعة ب50,000 دولار أو ما يعادلها بعملات الدول التانية ساعتها من حقهم إصدار ترخيص إقامة لمدة سنة. كمان أصدرت الحكومة منح الجنسية للأجانب من خلال شراء عقار بقيمة ما تقلش عن 300,000 دولار أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ ما يقلش عن 350,000 دولار، ده بالإضافة إلى إيداع 100,000 دولار في خزينة الدولة أو مقابل وديعة بقيمة 500,000 دولار من الخارج، وده في أحد البنوك المصرية، ده هيكون لمدة 3 سنين ويستردها الأجنبي بعد 3 سنين بدون فوائد. طبعاً كل القرارات دي هتساعد كتير في تحسين الحالة الاقتصادية في مصر وجذب استثمارات أجنبية جديدة،
وهتدخل مبالغ كبيرة من الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري، وكمان هتدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري قدام الدولار. في النهاية قولوا لي رأيكم في القرارات دي، هل فكرة يكون في كفيل مصري ودفع رسوم مقبولة ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.